لكن جاء الاختلاف، هل عم الطوفان البشرية كلها أم لا؟ ظاهر القرآن على أنه عم، وكذلك في التوراة على أنه عم. على أنه عم. بعض من دون التاريخ المكتوب قبل التوراة ذكروا أنه لم يعم الأرض، لكن قلنا إن التوراة إن القرآن أصدق الكتب ومهيمن عليها كلها، وليس في القرآن ذلك صراحة، لكنه ظاهر القرآن على أن الطوفان عم الأرض. الطوفان في اللغة كل شيء يعني يعم ويطم ويغلب يسمى طوفان أيا كان، حتى لو كان الطوفان نسبيا. الله جل وعلا قال عن قوم فرعون: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، مع أن الطوفان الذي ذكره الله عز وجل عن قوم موسى ليس كالطوفان الذي يتحدث عنه نحن الآن، وهو الذي كان في زمن نوح عليه السلام، قال الله عز وجل: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فالطوفان في سورة العنكبوت غير الطوفان الذي في سورة الأعراف الذي يتحدث عن نبي الله موسى، للفارق الكبير. المراد في طوفان موسى أن النيل يفيض ولا يتعدى أرض مصر ولم يهلك أحدا في منطقة محصورة، في منطقة محدودة، وليس بذلك الذي يقتل، لكنه أشباب التهديد بالوعيد بالتخويف للعباد، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لكن الذي في زمن نوح يختلف اختلافا تاما، وهو حادث عظيم وقع في سالف الدهر: ثم نجى الله عز وجل نبيه نوحا والمؤمنين الذين معه.